طب نبدا الحلقه. طب عايز ابدا الفقره. شوفوا اهلا بكم من جديد. اصبروا لغايه ما نبدا الفقره. مش قادر ده في الفاصل على طول. مش انت قلت وانا قلت فقلت ايه نبدا الفقره بسرعه. شاركني فيها الجمله كابتن بشير التابعي. مساء الفل. مساء الورد يا ريس. انت مش قادر تصبر على بلاد؟ مش قادر. ده مش ما شفتش كده. شفتش ضلال كده. ضلال ما شفتش ضلال. ده دخل في حته سد. قال لك البنك هيكسب 1-0. ما انت اخد بنالتي مش بنالتي. بس ايه ده؟ ما انت اخد بنالتي مش بنالتي. هو ده بنالتي؟ ده في عرف كره القدم بنالتي؟ انا قلت يا ريس. مساء الخير. مساء الخير يا ريس. مساء الخير يا ريس. النقاش ما يكونش عنادي. ما نقاش. هو قال لك مثلا هي الكره دي بنالتي؟ ارد. ما انا برد يا ريس. انا قلت ايه؟ قلت الماتش ده هيطلع يعني هو يعني 50-50 بس فرق هينتهي بمكسب فرق. فرق واحد ما تعرفش لمين. هيطلع بالظبط. بس 50-5 مظبوط. فالكابتن بلال ايوه قال لك الفرق الواحد للبنك. فانت اعترضت قال لك ما انت بتقول مش عارف لمين. هو بقول لك لمين. انا بقول اللي هو بنالتي. ده بنالتي. ده في عرف كره القدم بنالتي مش بنالتي. مش طيب بنالتي هيطلع كام لو مش بنالتي؟ 2-2. طيب وانت قلت ايه؟ 2-2 خلاص. مش انت قلت ايه؟ قلت البنك هيكسب. عادي. ضلال. ايه ضلال دي؟ ضلال والله. ضلال بقى. ايه ضلال دي؟ ضلال والله. ايه الضلال في كده؟ طب خلينا يعني تبتدي موسم كده. انت عارف ايه اللي حصل؟ انت عملت ازمه او الزمالك عمل ازمه كبيره جدا للحكام. لا لا او الحكام عملوا ازمه كبيره جدا بسبب الاحتواء. ما هو انت عندك مشكله اسمها مشكله الاحتواء دلوقتي يا استاذ محمد. مشكله الاحتواء اصبحت مشكله كارثيه في مصر. تمام. انت يعني هو ده بنالتي. هل كان في اخطاء كتير على فكره. طب اقول لك على حاجه. الماتش ده في اكتر من ركله يعني مثلا ركله جزاء للبنك ما اتحسبتش. ما تتحسبش ليه؟ بتحسبش بتاعت عواد مثلا. مالها دي مش عواد معترضه؟ معترض نايم في وشه الراجل. هو لازم يجيب ايده. ما لمسوش كاتب ولا مسوش. لازم يجيب ايده يعني. هو لازم يعني لو نمت هو اللي خبط فيه. يعني لو خبط فيه يعني انا بجري النهارده حضرتك قمت نايم. هو مين اللي بيقول؟ طب انا هقول لك. ما انا هقول لك. الراجل اللي طلع حلل خبراء التحكيم بالظبط قال دي مش بنالتي ودي بنالتي. خبراء مين؟ خبراء التحكيم. مين الخبراء دول؟ هو في خبير في مصر تحكيم؟ كفايه انت بقى. كنا قاعدين في المصايب اللي احنا فيها دلوقتي لو في خبراء. برضه وجهه نظر. هو النهارده لو في خبره في التحكيم في مصر. انا عايزك كنا هنعيش في دوامه التحكيم بتاع كل سنه وتتك على الصبر كده خالص. هو مفيش حاجه. انا رايي زي ما انا قلت قبل كده من 3-4 سنين. ما برضه وجهه نظر كابتن بلال. النادي الاهلي هنعمل له دوري لوحده في كوكب المريخ هو والجمهور بتاعه عشان الدنيا تمشي على كيفه. والمحللين والمحللين مين؟ ما هو انا مش هقول محلل بقى. الجمهور بتاعه مش جمهور. لا لا كده. لا لا كده كده جمهور مش محلل. لا لا ليه؟ جمهور ليه؟ انا النهارده بحلل اللي انا شايفه. طب الاخر هسألك سؤال بس. انت تعمل لنا دوري لوحدنا في افريقيا ولا في الدوري ولا في الكاس ولا في السوبر ولا في المريخ؟ ثاني حاجه بالظبط. او يعني هتعمل لي دوري لوحدي؟ طب انا ارد. طيب هتعمل لي سوبر لوحدي ولا تعمل لي كاس لوحدي؟ طيب انا ارد عليك. ولا بطوله افريقيا لوحدي؟ بص يا ريس هتعمل لي ايه لوحدي؟ طب ارد. طيب انا على كده هلعب لوحدي خالص. بص يا ريس او الدرع او البطوله اللي بيتلعب عليها تروح للنادي الاهلي وبقيه الدنيا كلها تلعب على المركز الثاني والثالث عشان نخلص ونرتاح. يبقى احنا دوري ابو درعين. بس بالظبط ابو درعين بالظبط كده. طب على فكره فنيا ده صح. على فكره طيب ماشي. انا على فكره فنيا متفق معاه جدا. مظبوط. بمعنى ايه؟ يعني فنيا وقدراته وامكانيات الاهلي تسمح له ان هو يحط الكاس يتحط على جنب الاهلي والباقي. مظبوط. فرقه ما بتجيبش كورنر في بطوله. عامل ايه الروح ده ازاي؟ فرقه ما بتجيبش كورنر في بطوله مع فرقه ثانيه ما عندهاش اصلا اي حاجه وكانت رايحه تشيل 4-5. قول لي بس انهي فرقه؟ مين دي؟ انهي فرقه؟ الزمالك قصدك؟ اه ما جابش كوره مع الزمالك؟ اه يعني قصدك الزمالك ما عندوش فكره؟ طبعا في الماتش ده ما عندوش فكره. الزمالك كان لسه 5-6 في الماتش ده. يعني النادي الاهلي ما يجيبش كورنر وبطل السوبر. طب شوف ايه؟ يعني هو اعترف ان الزمالك ما عندهمش فكره. مش انا طب ان هو ما كسبش الماتش ده. ده حقيقه يعني كان حقيقه. اقول ما تسافروش السعوديه. ايوه والله العظيم. ما هو الزمالك ما يكسبش الاهلي في الظروف دي اللي النادي الاهلي مش عارف يجيب فيها كره. اقول ايه؟ طيب